شو يا بعت لي قتلينا؟ لك نحن لازم نلاقي حل نخلص ابي من المشنقة. حلو، شو طالع بايدنا نعمل؟ لك لازم يطلع بايدنا ولازم نلاقي حل نخلص ابي من المشنقة، ولا نحن ما منكون عيلته من دمه ولحمه. لك يا خالي، لك يا خالي لا تسكرها بوشي وقل لي انت شو اللي بيخلي الحكم داريا يلغوا او ياجلوا حكم الاعدام؟ يعني بدك تشوفي لك شي شغله تلهيهم هيك. مثل شو خالي؟ يعني يخافوا يقلقوا ورجال من الليله وعدوني ما يهدوا. الله يحميه يا رب، الله يحميه. امين. طيب خالي خلينا نروح نزوره ونطمن عنه. اي خالي الله يوفقك. لك يا خالي شو بدي لكم؟ خلص مع اني عارفه ما راح يخلينا نشوفه. يلا قوموا البسوا لحتى نروح. قومي يا اختي قومي. يا جناب اليوس باشي، نحن كل قصدنا انه نشوف ابو عزه ونمشي. والله يا ابو عزه ممنوع حدا يشوفه وممنوع حدا يحكي معه. ليش؟ هيك الاوامر جاي من فوق. هي الاوامر بتنطبق على واحد مجرم معامل السبعه وزمتها، اما مو على ابي اللي معامل شيء. بس ابوك جامع زهران حواليه وكل يوم والثاني عم يهجموا على الكركونات ويقتلوا الزابطين. حقه؟ حقه. معلوم حقهم وحقنا كلياتنا، هي البلد النا مو الهم. أبو تيسير، من بعد إذنك خد أختك ومن هد أختك وروح من هون. أنت أكيد جنتي وبدك تجنينيني معك. لك أنا بدي خلص أبي من حبل المشنقة وبدي إياك تساعديني. بساعدك بس مو بالشي اللي عم تحكيه. غير هيك ما بيتركوه بحاله. يا أختي بس القصة ما لها سهلة. أنا رح بلش بالشغل اللي قلت لك عليه، إن كنتي معي وإن ما كنتي. رح أكون معك. ما بيمشي الحال تكوني معي وأنت خايفة. بس الشي اللي رح نعمله كتير بيخوف. ما رح نعمل شي غلط، بدك تقوي قلبك ما تخافي. الله يستر. عادي عادي لقلك شو رح أعمل. عادي اختي مشان الله خلينا نرجع. خلص يا سمو وقف ايدي خلص. مين في هون؟ اوعك تقولي لي بدك ترجعي تعيدي. رح اعيد مره وتنتين وعشرة. يا اختي هالمره الله ستر وما حدا شافنا، بس مو كل مره بتسلم الجره. اختي خلص لا تروحي انت، عدي وارتاحي انا بتصرف. لا ما بتركك تروحي لحالك. يو لكن كل ما بدك تروحي معي بدك تتلبكي وتلبكيني. لا حبيبتي عدي وارتاحي اريح لي. انت متخيله اذا مسكونا شو ممكن يعملوا فينا؟ حبيبتي هنن يلي بلشوا واكثر من القرد الله ما مسخ. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا ما استغربت أبداً بالشي اللي صار معي، لأني حاطت يوز باشي خروع ماني حاطت رجال. بعدين اللي صار معي ممكن يصير مع غيري، ممكن يهجموا على الناس ويقتلوا الناس ويسرقوا الناس، لأنهم مأمنين إنه يوز باشي ما رح يحاسبهم. خروع اسمع، خلال 3 أيام بدي اياهم يكونوا عندي، ولا حسابك رح يكون عسير. صرف واقف عندك توي ولا؟ واقف حدك. اوعى تتحرك وها؟ أول سكنك بالشهر. أول تشوف. آه.
رح يموت، ما رح يموت لأنه خسيس، والخسيس بيطول ليموت حتى يكون عبرة لمين اعتبر. ليكي أنا سايرتك كثير، بس والله العظيم إذا بترجعي بتعيدي اللي صار لحتى خبر أمك وخالك بكل شيء. فسادي؟ إيه فسادي، مو أحسن ما تنصابي وتنأذي؟ بعد اللي صار أنا ما عاد بدي كمل. الحمد لله، الحمد لله إنه اقتنعتي. بس بدي أدور على شغلة تانية طلع فيها أبوكي من الحبس وخليه يفك عنه حفل المشنقة. يا رب يا رب يرجع لنا سالم يا رب. امشي امشي خلينا نبدل. امشي روحي قبل ما تفيق أمي. السلام عليكم. خير خير يا جناب اليوز باشي. والله يا ابو تيسير عم حقق من هن زعران اللي نطوا عندي على ارض الديار امبارح بالدنيا وصلوا. ايه هدول من غير حاره، هدول مو شبابنا. لانه انا كمان قبلها كنت مفكر انه شباب، بس للاسف بعد ما وقعت هاي السواره تغير الموضوع. ونحن شو دخلنا بهي الحكايه يا حضره اليوز باشي؟ والله يا ابو تيسير انت ما دخلك، بنات اختك هن اللي دخلوا بهي الشغله. شو قصدك؟ قصدي انه في وحده من بنات اختك كانت لابسه هي الاسواره لما اجوا لعندي المره الماضيه على الكراكون مشان ينزلوا ابوك. مزبوط ولا مو مزبوط؟ بلا مزبوط، هي الاسواره اللي انا. يعني انت اللي كنت تنزلي على بيت البكواتيه وتقوصي عليهم؟ ايه انا كنت انزل على بيوت، واختي ما لها علاقه بالموضوع. ابو تيسير انت ما سالت حالك ليش خليت العناصر برا ما فوتوا لجوا؟ ليش؟ مشان قلوا لهالبنات لبضايات هدول انه سركن كبير وانتو بنات حارتي. تعرفوا شو يعني بنات حارتي؟ يعني شعر من شواربي. الله محيي البطن اللي حملكم، والله محييك يا ابو عزو على هالترباية، والكن علي انه ارجع عيد التحقيق ونفذ ابوكم من حبل المشنقة باذن الله. يا رب. شكرا. بفهم من كلامك انه ما بدك تحبس بنت اختي. لا يا ابو تيسير، انا لو بدي احبسها كنت حبستها من اول ما شفت الاسواره، بس هدول بنات حارتي. كتر الله خيرك يا جناب اليوز باشي. لا انا اسمي حكمت، انا اسمي حكمت يا ابن حارتي، وهي الاسواره. ملفك من أول وجديد وبريتك وكتبت أنه أنت اعترفت بأقوالك أنك كنت مع الشباب تحت التهديد والتعذيب. خليك بشغلك، خليك مثل ما أنت، خليك قبضاي وخليك مع بلدك، بس دير بالك من العوينية. ليش عم تساعدني؟ أنا عم ساعدك يا أبو العز لأنك ابن حارتي، لأنك ابن بلدي. ما تذكرت بلدك وحارتك لما صرت بالضابطين؟ ما تذكرت إنه هن اللي قتلوا أبوك؟ بلا تذكرت، تذكرت منيح يا أبو العز، بس ما كان فيني آخذ بتاري إلا إذا كنت هون. يعني إيه؟ أنا ابن حارتكم، أنا ابن حارتكم اللي من لحمكم ومن دمكم، وحياة الرجولة اللي موجودة عند بنتك هاي البتلة لأحرق أحرق. الله يرضى عليك، الله يوفقك، الله يحميك. الله يحيي ابن حارتي. الله يحيي.
حي اصلا. روح توكل على الله. يلا روح. الله لا يحرمني. الحمد لله على سلامتك. الله يرضى عليك. لك الله يرضى عليك. لك الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الحمد لله على سلامتك يا صغري. الله يسلمك يا أبو تيسير. الله يسلمك. والله ما عم صدق إنك خلصت من حبل المشنقة. لك هذا كله بفضل الله وحكمة ابن عم. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الله يرضى عليك. الله لا يحرمني. الله يخلي لنا. يخلي لنا. طول بعمرك يا يابي. حبيبي.